الشيء، كيف تراه؟ ووضح لنا برنامج ورؤية الكابتن خالد بيومي لمستقبل كرة القدم وهو مرشح لاتحاد الكرة. والله اضيف على كلام الكباتن، طبعا موضوع مش اللي هي بتاعت وزاره الداخليه وعدم اقامه المباريات او توقف النشاط الرياضي، ما اعتقدش ان حصل في اي دوله في العالم ان الدوري توقف لمده سنه ونص، ودي طبعا انا بعتقد ان هي كارثه مرتبطه بامور كتير جدا في مصر. زي ما قال الكباتن طبعا كارثه مرتبطه بالسياحه، كارثه مرتبطه بالاقتصاد، كارثه مرتبطه بالاستثمار اللي موجود في مصر، كل ده بيأثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا، لان كره القدم لم تعد لعبه زي ما هو بيذكر في مصر او زي ما هو معروف في مصر من قبل المسؤولين المصريين، اذا كان وزاره الداخليه او مجلس الوزراء او المجلس القومي للرياضه، لان اعتقد ان هو ضعيف الى حد ما في اتخاذ قرارات او في نشر اللعبه او تامين اللعبه، وده دور الاساسي ودور الرئيسي. فاعتقد ان كل الامور دي تعود الى مصر بالسلبيه، والسلبيه الكبيره جدا على مستقبل الكره المصريه. هذا كمان هتؤدي بالسلب على الناحيه الفنيه، هتؤدي بالسلب على الناحيه الماديه. وزاره الداخليه لا تعلم ان هناك انديه كبيره جدا في الوقت الحالي ستعلن افلاسها من نادي كبير زي النادي الاهلي المقام الاول كره القدم، نادي الزمالك نفس الموضوع، الانديه الشعبيه بالكامل، كل ده بيأثر كتير جدا. فلا بد كان المفروض من المجلس القومي للرياضه لاتخاذ قرارات فوريه بعد حادثة ملعب المصري. كان المفروض القرارات اللي ذكرت من النيابة ومن وزارة الداخلية بتأمين الملاعب أو إقامة بوابات إلكترونية أو كاميرات تلفزيونية، أعتقد إن ده لما يتم تفعيله في 4 شهور فده يعد التواطؤ من المجلس القومي للرياضة، ضعف من المجلس القومي للرياضة، عدم الاهتمام باللعبة والاهتمام فقط لغير بالظهور على التلفاز واتخاذ قرارات ليست في صالح كرة القدم المصرية. وأنا في رأيي إن ده يتحمله بجزء كبير جدا ليست وزارة الداخلية ولكن المجلس القومي للرياضة. تم تشكيل لجنة ثلاثية من الداخلية ومجلس القومي والاتحاد. إمتى كابتن؟ النهاردة يعني. النهاردة بعد ودورة لعبة كمان 40 يوم. كان المفروض اللجنه الثلاثيه تتم تفعيلها بعد محادثه بورسعيد بالظبط، وانا اعتقد المسؤولين كمان اذا كان اتحاد كره القدم السابق ومجلس القومي للرياضه هم المسؤولين اول عن موضوع ملعب بورسعيد المصري وليس جمهور النادي المصري، اعتقد ان دي كلها امور يحاسب او يعاقب عليها القانون بالاهمال، والاهمال تم من قبل مجلس القومي للرياضه المسؤول الاول عن تامين الملاعب المصريه، هو المسؤول الاول كمان عن كل ما هو منوط بالرياضه المصريه، واعتقد ان ده دور المجلس القومي في المقام الاول ودور الاتحاد المصري في المركز الثاني. نعم كابتن خالد، ربما يتساءل كثيرون ترشحك لرئاسة الاتحاد الكرة في ظل وجود أيضا أسماء ربما كانت متواجدة في النظام السابق أو في الاتحاد السابق، وأنت ربما لقيت الدعم من قبل الشباب الذي يطمح لدم جديد، يعني الرؤية كيف عدت العدة لهذه الانتخابات اللي توصف دائما بأنها انتخابات صعبة ولها أساليبها الخاصة؟ يعني السلام يا كابتن حازم والكباتن اللي موجودين في الاستوديو، عارفين كويس جدا ما هي اساليب الجمعيه العموميه، ودي اساليب اعتقد ان هي بعيده تماما عن الروح الحياديه او روح الصالح العام بالنسبه للرياضه المصريه وكره القدم المصريه. زي ما قال الكابتن ابراهيم تحديدا في حته الصعيد، كل 57 صوت او 54 صوت في الصعيد ما بيلتقوش باعضاء الاتحاد الا في ايام الانتخابات فقط لا غير، بعيدا عن المصالح العامه كلها مصالح شخصيه. فعشان كده في رايي الشخصي لابد من اعاده التغيير او وجود وجوه شاب. انا هسال سؤال بسيط جدا، الناس اللي موجوده عندك في الاستوديو امتى هتاخد مكان وهم ناس كبار جدا على الساحه المصريه في الممارسه وفي الاداء ورموز ورموز كبيره جدا، ودي مش مجامله لا لحسام مع حفظ الالقاب ولا لابراهيم، ولكن في اعتقادي الشخصي متى سيكون حسام وابراهيم او اي شخص اخر يكون له دور كبير جدا في قياده كره القدم المصريه؟ اعتقد ان الجرأه في طرح الاسم، الجرأه في دخول انتخابات، هي اتاحه لفرصه للشباب كتير جدا ان يخش امام فطاحل موجوده بقى اكثر من 20 سنه موجوده في كره القدم لم تطور شيء ولم تفعل شيء. يا كابتن حازم انا لدي برنامج وانا على استعداد لمناظره حقيقيه امام المهندس سنه بريده والاستاذ فايز عريبي في اي قناه فضائيه وان لم تكن الحياه، انا اعتقد لاشرح برنامجي بالكامل لتطوير كره القدم المصريه لهيكله الاتحاد وهيكله كره القدم المصريه، واعتقد ان ده هيبقى شيء ايجابي. اتمنى من كل قلبي ان يكون الصالح العام هو الاساس في الاختيار، الصالح العام هو الاساس لدعم كره القدم المصريه. مصر لم تعد رائده في اداره كره القدم على المستوى الخارجي بمعنى
بمعنى الريادة في الوقت الحالي اللي صار حراره في الجزائر وجنوب أفريقيا للتقدم في كرة القدم، وأنت تعلم هذا. نعم. الملاعب الأوروبية أمنت بشكل ممتاز جدا، ومصر لم تأمن ملاعبها حتى الآن. الملاعب المصرية لا تصلح للعبة كرة القدم، ولكن تصلح لأشياء أخرى كثير جدا، وده دور الاتحاد ودور كل الناس المنوطين. أعتقد كمان إن ليا فكر وفكر وبرنامج ممكن نشرحه في حلقة أو اثنين وثلاثة وأربعة، ما معنى تطوير كرة القدم، ما معنى هيكلة كرة القدم. 4 سنين بنتكلم في مشاكل البث الفضائي، 4 سنين لم نعلم يعني ايه لوجو الاتحاد وتسويق الاتحاد وامكانيات الاتحاد كره القدم، وده مش دوري ولا دور الكباتن ولا دور الناس الموجوده، ده دور اتحاد متواجد لمده 4 سنين في دوره كامله. عشان كده اتمنى من كل قلبي ان يكون الاختيارات جايه في الصالح العام لوجود وجوه شابه جديده وضخ دماء جديده لاعاده كره القدم المصريه لهيبتها، وكمان اللي اعترف بيها ان هي ناحيه اقتصاديه بحته بعيدا عن الامور السياسيه. نعم كابتن خالد، معك كابتن حسام. تفضل كابتن خالد. يعني تفضل كابتن. انا اولا اول مره اعرف ان انت داخل انتخابات دلوقتي حالا، وفي اثناء الحوار مع كابتن انا سامعك على فكره. على فكره يعني مفاجاه، يمكن يعني كنت متخيل ان انت حتى داخل الانتخابات، عرفتها النهارده، لكن كمان على الرئاسه، فدي طبعا كانت مفاجاه وحاجه كويسه جدا. وانا قلت ان في ما شاء الله يعني عندك خبرات كبيره جدا، وفي وجودك في اوروبا وفي ايطاليا بالتحديد، يعني والكلام اللي انت بتقوله مهم جدا ومنظم في حته الامكانيات الملاعب وكل الكلام ده محتاجين. فاتمنى يعني اتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ولكن السؤال، انت يعني القرار اللي انت دخلت على الرئاسه كانت مفاجاه، ولا كنت في الاول واخد قرار ان انت تخش على النائب او عضو؟ فكانت يعني انت قرارك كان الاول على رئاسه الاتحاد او عضو او نائب الرئيس؟ لا والله كابتن، هي ما كانتش مفاجاه، يمكن انا بعدلها بقى لي فتره كبيره جدا، بس في النهايه ان انت برضه لما جيت تنظر للاسماء اللي ما داخله، مع احترام وتقدير انا بحترم كل الاشخاص اللي متواجدين على الساحه في الوقت الحالي، ولكن هيها الاسماء القديمه، هيها القائمه القديمه، هيها كمان نفس الاشخاص اللي اداروا كره القدم في 10 سنين او 15 سنه. فانا في اعتقادي اذا خالد ديومي او كابتن ابراهيم او كابتن حسام لم يتقدموا للترشيح ببرنامج هادف وطموح لاعاده هيكله كره القدم، فاعتقد كانت الامور هتبقى صعبه جدا لمده 10 سنين التانيين. فعشان كده يمكن كان التفكير والتفكير بشكل جدي والتفكير مع مجموعه من الاشخاص الشباب الممتازين في دخول كره القدم. يعني انا معايا مجموعه فيها من خبراء التسويق، فيها من خبراء هيكله الاداره، هيكله كره القدم للصالح العام. مش كده انا بعدلها من فتره، بس في النهايه لما رايت الاسماء كان ممكن يكون عندي نوع من النوع هخش او ما اخش، هخش نائب او عضو او رئيس، ولكن لما لقيت الاسماء كلها متواجده، لما متواجده على الساحه من حوالي 10 او 15 سنه مع التغيير في الالقاب او التغيير في المراكز، يمكن دي برضو تدي دفعه قويه جدا ان خالد ديومي ممكن نرشح كرئيس. اتمنى من كل قلبي بدعم الناس اللي موجوده، بدعم الشباب، ويمكن الاستفتاء الشعبي اللي تم موجود على مواقع الانترنت وفي كل الصحف المصريه ده وسام على صدري في الفتره الاخيره، بس اتمنى يكون في المستقبل او على الواقع ان يكون حقيقه ان ممكن يكون خالد او ابراهيم او احمد او اي حد موجود في رئاسه الاتحاد لضخ دماء جديده، وخاصه زي ما قلت لك ان احنا كل الاسماء اللي عندنا اسماء قديمه، ويمكن ما يعاني منها وما يعني كرة القدم المصرية وما يعاني منه كل نجوم مصر والقدم في كرة القدم، ده كان بسبب إهمال شديد في منظومة كرة القدم على ناحية بتاعة هيكلة الاتحاد وعلى ناحية كرة القدم. بالإضافة طبعا ارجع يا كابتن حسام، في الوقت الحالي احنا عندنا كنا في السابق من أكثر المدربين المتواجدين في الساحة الخليجية. نعم. الساحة الخليجية في الوقت الحالي تحولت. كابتن خالد بعد إذنك في الأذان، بس الأذان. إذا مشاهدينا الكرام نذهب